بدأنا تحضيرات الشهر الجديد، في أعمال جديدة؟ أنا ما عندي أعمال لرمضان، أنا من فترة خلصت عمل بس، ولكن ليس لرمضان، عمل طويل من 90 حلقة، بس بعتقد ماهر احتمال أنه ينعرض له شيء بهذا رمضان. حضرتك بقى عاوزين نعرف تفاصيل أكتر؟ لا ما فيني الحقيقة، يعني ما بقدر أحكي تفاصيل، بس بقول لك أنه هو أحد من نوع الأعمال المعربة، يعني التركية المعربة، قريبا إن شاء الله بيكون على الشاشة. أستاذ ميرت، عاوزين نعرف منك أكتر بقى عن عملك في رمضان. في مسلسل عملته السنة الماضية واحتمال كبير يعني ينعرض بهذا الرمضان بعنوان بدم بارد، يعني عمل هيك دراما اجتماعية نفسية، يعني إن شاء الله يا رب هيك يكون مثل ما بتكون. تفصيل أكتر عن الدور، عن قصة المسلسل. أنا عمل فيه دور رجل أعمال ليس شرير ولكن يحمل من الشر، وبيحاول هيك دائما يعمل أكشن بهذا المسلسل نتيجة صراع ما بينه وبين شاب، يعني ما بقدر بكشف كل شيء عن 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 القصة، بس هو هيك رجل أعمال بيعمل صراع كتير كبير بينه وبين شاب عنده مرض نفسي معه. احتفلت مؤخرا بزواج ابنكم، فكنت عايزين نعرف برضو شعوركم ايه وانتوا بتشوفوا ابنكم بقى في عريس دلوقتي. يعني يمكن يعني من احلى الاشياء اللي ممكن واحد يحس انه هيك فجاه تلاقي صار في حدا جديد على العائله وصار في حاله هيك مختلفه، كان حلو، كان شعور جميل يعني، وان شاء الله الله يقدم لهم الخير. يعني سعيدين جدا بهي التجربه، يعني ليست تجربه بل هي يعني مسؤوليه، يعني انه يكون هيك عندك ولد ويتزوج ويعمل عائلة، بس الحقيقة فيها فرحة هيك خاصة كتير، يعني بأنه من مثل ما قالت من شوية أنه العيلة بتحسها شوي 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 عم تكبر يعني، وبقول هيك يعني كمان كونه كرم يشتغل بالحقل الموسيقي، يعني يعمل موسيقى تصويرية لمسلسلات وكذا، بقول كمان يعني هيك الله يوفقه بهذا الخط هيك ويعمل شيء مهم ومتعلق.